هيدي العروضات عم بتطل عليكم هلا على التي في مباشرة. رح تكون هيدي الفقرة 20 دقيقة نقدم لكم فيها جهاز وهو من ماركة أريتي، بيساعدكم هيدا الجهاز بقوة البخار انكم تنظفوا كل الدهون المستعصية، تعملوا تعقيم للبيت، تعملوا تعقيم للمفروشات، شو ما بيخطر على بالكم رح نشوف هيدا الشيء بسياق هيدي الفقرة. سعر تنافسي وعروض استثنائية. تعالوا معي نشوف مع بعض هنا بمنتهى السهولة. زي ما بنشوف هي دي المكنسة اللي احنا بنستخدمها أو جهاز التعقيم زي ما بنشوف. الحلو انه كومباكت، جميل جدا، في نفس الوقت كمان العجل بتاعه بيسهل الحركة. هنا القطعة المخصصة ان احنا ننظف بيها ونعقم وننظف الأرضيات وحتى كمان نعقمها. هنا طبعا بنستخدمها علشان تلميع المرايات، هنا كمان بنستخدمها للتجفيف، قطع تانية مختلفة اتاتشمنتس مرفقات احنا بنركبها كمان علشان نشيل الدهون من الأسطح من الأرضيات في الحمامات، نعقم كمان حتى عند التويلتس، وكمان التعقيم برضو بالنسبة للعب الأطفال. الاثنين كمان بيجي معاهم وصلتين، والأحلى طبعا القطعة أو القاعدة اللي موجودة هنا دي بيكون متركب فيها كل الاتاتشمنتس بطريقة عملية علشان تقدري تستخدميها، وعلشان عارفين إن هي قطعة ومرفقات صغيرة ممكن تضيع مع الوقت، لكن دلوقتي بيكون أسهل لكم إنه كل حاجة متخزنة في القاعدة بتاعة الجهاز في القطعة البلاستيك. ولكن شكلها قد إيه كتير حلو، كل هدول القطع جايين لكم بطريقه تخزين كتير حلوه، وجاي لكم كومباكت 599 ريال سعودي، ولكن هيدا السعر بتحصلوا معه على فاوتشر بقيمه 200 ريال سعودي. صدقوني هيدي المكنسه اللي عم نقدم لكم اياها، او هيدي الستيمر، او اذا بدنا نقول جهاز التعقيم، بقلبه كثير من الاشياء رح نتعرف عليها بسياق هيدي الفقره. شو ما بيخطر على بالكم من الدهون، من اوساخ ممكن تكون موجوده ببيوتكم صار فيكم تشلوها تماما. بنشوف معك قوه الضغط، يعني قوه البريشر او الضغط اللي احنا بنتكلم عليها قد ايه حلوه جدا. لكن الاحلى ان احنا بنشوف طبعا عندنا هنا قوه البخار. بس الاول خبرتي ساره وصلوا اول باول اتس سوبر خفيفه. عم يسالوا اذا هي ثقيله، اتس سوبر خفيفه، بكل سهوله فيكم تنقلوها معكم من محل. شوفوا هنا عندنا طبعا هنا اللوك في منتهى السهوله، بمجرد ما هو بيكون مقفول الجهاز ما بينفعش يشتغل ابدا، فهي امنه جدا. لكن هنا تعالوا نشوف، ابعدوا شويه علشان قوه البخار. شوفوا ضخ البخار العالي قد ايه، لح بيوصل لحتى لفتره او لمكان كبير جدا. حتى لو احنا بنشوف هنا بمنتهى السهوله، لو عايزين طبعا نروح ونشوف التنظيف. واو واو، جوه الثلج. شوفوا يا جماعه شوفوا البخار بيوصل بطريقه سريعه جدا 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 زي ما شايفين، وبيعدي من الناحيه الثانيه. واو، هي دي أريتي اللي احنا بنتكلم عليها، تنظيف تعقيم البخار 99.9% من طبعا البخار. اخترقت عن جد البخار، قدر يكسر لوح الثلج بطريقه كثير عمليه وبدقائق، اذا ما جينا حتى على دقيقه. نجي هلا للاشياء المألوفه اللي بتكون ببيوتنا، مثل الاوساخ اللي بتكون بالمطبخ، الاشياء اللي كثير بتكون وسخه. الكاتنج بورد يا جماعه، اللي احنا لو احنا قطعنا عليه لحوم او حتى اسماك او دواجن بنسيبها بننظفها، لكن بيكون في ستيل جراثيم موجوده. لكن شوفوا قوه البخار مهما كان عليها بقع او اي شيء، على طول خط واحد زي ما شايفين هنا، قوه البخار على طول بتكون نظيفه، بتساعد على انها تنشف اي نوع من انواع الدهون وايضا الجراثيم بطريقه عمليه. 3 2 1 اكبر 1 في الدنيا. واو، شوف طريقه التنظيف قد ايه كانت كثير عمليه. وتنظيف البخار هو من الاشياء اللي دائما الكل بينصح فيها، لانه بتعطي تعقيم كثير كبير للاجهزه او للامور اللي بتكون موجوده ببيوتنا. بنشوف حتى كمان الدهون الصلصه اللي بتكون مترسبه، طبعا اي نوع من انواع الاكلات اللي احنا بنعملها بيكون متراكم عليها جراثيم كتير، او حتى التعقيم لو احنا مثلا في المطاعم بمنتهى السهوله برضو يقدروا يعملوا عمليه التعقيم. شوفوا النتيجه، براند نيو ميرور موجوده، وبنشوف قوه التعقيم قد ايه نظيفه. اكيد هجاوب على كل الاسئله بتاعتكم، بس خلوني اكمل بسرعه. حتى كمان ساره سهل جدا علينا ان احنا على طول بخاصيه التعقيم. في اشخاص عم يتسالوا اذا كان التعقيم عم بيكون بس بيعتمد على البخار. يس التعقيم هو على البخار بطريقه جدا امنه، بس بتعبوا الكونتينر بالمي، وهيدا بيكون التعقيم بطريقه مثاليه من دون استخدام اي من انواع
الالكوهولز او الديترجنتس بطريقه كثير فعاله. شوفوا النظافه قد ايه اكثر من رائعه اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا من اهم الخصائص اللي احنا بنتكلم عليها انه شفنا هنا الفرشه اللي هي الكبيره النايلون بريسلز اللي موجوده دي اللي بتساعد على ان هي تنظف اي نوع من انواع البقع والاوساخ، خاصه لو مساحه كبيره متراكم فيها دهون زي البوتاجاز او الغاز اللي بيكون صعب جدا في التنظيف والافران. لكن طريقه التغيير للمرفقات سهله زي ما انتم شفتوا، تكون متركبه باحكام هنا، بقدر اغيرها للقطعه الثانيه اللي احنا عايزين ننظف بيها طبعا اي مساحه اصغر من البقع او حتى الدهون. زي ما بنشوف طبعا الجريل قد ايه بيكون صعب، شوفوا قوه البخار بدون استخدام اي نوع من انواع السوائل بمنتهى السهوله، بتقدر ان هي تنشف وتنظف عني بمنتهى الطريقه السهله جدا زي ما شايفين مع بعض. هعمل هنا اول صفين زي ما شايفين، وفي نفس الوقت كمان شوفوا قوة التنظيف قد ايه رائعة جدا جدا جدا. شوفوا بهيدا اللايف لجهاز عملي لحتى يكون جاي لكم بطريقة كتير فعالة وبطريقة جدا آمنة من دون استخدام اي من انواع الديترجنتس او الالكوهول. ننتقل رانيا بنفس الاتاتشمنتس اللي هي موجودة معك، نرجع منفرجي كل الاشخاص انه تغيير هدول الاتاتشمنتس كتير سهلين جدا، بس تقربي لي شوي المشي. بصوا حتى كل اللي عليكم تعملوه هيدي الاتاتشمنتس اللي موجودة منشيلها، بدي غيرها للبرش الثانية واللي هي اكبر. جاي هيدا البرش هون بدي فرجيكم مثل ما ذكرت رانيا، البريسلز اللي جايين معنا جايين هيك شوي قاسيين لحتى يقدروا يشيلوا كل الدهون بطريقه كثير فعاله. هون عندنا هيدي كبسه الستيم، بمجرد نحن ما نضغط عليها بيطلع عنا قوه الستيم. شوف كل اللي علينا كتير نعمل اذا عنا هيدول الدهون اللي بتكون موجوده خاصه بارضيات المطبخ تمام، كيف فينا نحن ننظفها بكل سهوله؟ كيف يا ساره؟ كيف؟ وريني دلوقتي كيف. واو شوفوا قوة التنظيف حتى كمان بعد النايلون بريسز بتخش ما بين الحواف اللي احنا بنشوفها اللي بتراكم فيها طبعا بكتيريا مولد او عفن، نقدر ان احنا ننظفها بمنتهى السهولة زي ما شايفين مع بعض. قوة البخار قد ايه قوية جدا، مستمرة لمدة 55 دقيقة، بتاخد عدة دقايق بس علشان يسخن الستيم وبتوفر معانا وقت طويل جدا. قوة بخار بسبب قوة الموتور 1500 واط، نقدر ان احنا ننظف اي نوع من انواع الاسطح والارضيات، السجاد بنقدر ان احنا نعقمه، لعب الاطفال، الكنب وحتى كمان الملابس بطريقة سهلة وسريعة. يس واو هفرجيكم هلا نشوف النتيجة. جو 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 بيضاء، حنفرجيكم كيف بكل سهوله قدرنا نحن نشيل كل الاوساخ اللي بتكون مستعصيه بطريقه جدا فعاله. Let's compare if you come closer. خلينا to compare التايل اللي موجود معنا، الفراغات اللي بتكون بقلب التايل كيف صارت باللون الابيض على عكس الجهه اللي انا ما نظفتها بالمره، بيطلع عندكم كل شيء سوبر كلين، عم بيلمع وبطريقه نظيفه. الحقوا اطلبوا دلوقتي، السعر 599 ريال سعودي بس، عرض حصري جدا حاليا، وكمان خلال اللايف اللي احنا بنقدمه لكم، وايضا كمان قسيمه شرائيه بقيمه 200 ريال سعودي فقط زي ما بتشوفوا دلوقتي على الشاشه. العرض متوفر دلوقتي حالا، استغلوا الفرصه، عرض حصري جدا احنا بنقدمه لكم. كمان في عندنا الافران الصغيره المايكروويف، الاشياء اللي نحن بنستخدمها بالمطبخ ممكن تكون معرضه لهيدي الدهون، خاصه اذا ما بننظفها بطريقه مستمره او الوقت بوقت او حسب الطبخه شو بتكون. هون نحن عاملين الاكستريم ايوه طبعا حتى نفرجيكم طريقه التنظيف. فيكم تتحكموا بالبخار مثل ما قلت ثرو ذا جن، بتحسوه مثل هيك المسدس وحلو. فيكم ايه فيكم تتحكمي بالضغط مثل ما بدك، بدك مستمر وكيف تبرسين، بدك انت تقطعيه، فيك تعملي هيدا الشيء بكل سهوله. يعني شايفين كمان قوة التنظيف قد ايه، مهما كانت كمية الدهون الكتير الموجودة نقدر ان احنا ننظفها بمنتهى السهولة زي ما شايفين مع بعض. واحلى حاجة انه مش محتاجين اي ديترجنز، اي مواد كيميائية، على طول بالمية. كمان رانيا خاصة اذا عنا هول الازاز ودخلنا كتير ودخل، وصار ان احنا نستخدم القطعة اللي هي البراش الكبيرة كبيرة الحجم، علشان الصوف بيكون طبعا المساحة بتاعته الازاز اكبر بكتير، فنقدر ان احنا ننظفها بمنتهى السهولة زي ما شايفين مع بعض. الإزاز بيرجع مراية تاني ونضيف تماما. وحتى هيدا الستيم كان جو انسايد اهو هنا بالهوك حتى كمان الهوك نقدر ان احنا نغيرها للستيم، نقدر ننظف بيها التويلتس من اسفل، او حتى كمان لو احنا حطيناها الناحية التانية
او بالعكس يس نقدر ان احنا ننظف كل دول. تشبه تبع دكتور الاسنان. ايوه بالظبط. احنا هنعمل عمليه تعقيم وتنظيف للبيت عندنا. شوفوا قوه الستيم رانيا. صحيح. قوه كتير عاليه. عايزه اقول لك على حاجه ساره بالنسبه ده ممكن نسيبها لحد بكره الصبح تشتغل. عايزه اقول لكم على حاجه، احيانا احنا لما بنجيب جروسري من السوبر ماركت بيكون صعب علينا جدا نقعد ننظفها بالديتول كل شويه بالسبراي. yes. لكن على طول بضغطه واحده على كل الايتيمز بتاعتنا، بس لو احنا حولناها من القطعه بالشكل ده لحد الشكل ده نقدر احنا نعقم على طول الملابس، نقدر نعقم على طول لعب الاطفال، او حتى كمان نقدر نعقم الاغراض اللي بنجيبها من السوبر ماركت بمنتهى السهوله. هنا عندنا سؤال مع جريفر، قولي. بس لحد العرض حاولوا ان انتم تشتروا احنا النهارده. يس ناو لهلا هيدا العرض عم نقدم لكم اياه لهلا لهيدي الفتره اللي عم نطل عليكم فيها. لحقوا حالكم بنروح لعند رانيا. تعالي اقول لك على حاجه حلوه تاني فينا نحن نستخدم هيدا الجهاز له. تعالوا اقول لكم على حاجه حلوه، بمجرد ما انتم بتنتهوا من عمليه التنظيف في الجان مكان مثبت ليها بالشكل ده، فمش هتكون واقعه او الخرطوم بيكون في مكان تاني. هنا برضو عندنا الزرار بتاع الباور، هنا عندنا قوه الستيم ان انتم تقدروا تتحكموا فيه لو عايزينه اقل او لو عايزينه اعلى، ومن هنا بتبتدوا ان انتم تحطوا الميه بمنتهى السهوله. حتى كمان ما تفتحوش ابدا ابدا الغطاء طول ما هي شغاله، لازم تسيبوها وتعملوا زرار الباور عشان الستيم يهدى، علشان ما تاذيش اي حد. انت شفتي هلا رانيا قوه الستيم كتير. عندنا الحمامات، الشاور، المرايات، كل ده نقدر ننظفه بمنتهى السهوله. لكن القطعه المرفقه اللي احنا بنحصل عليها هي بتكون السكويجي، لازم نركبها بالشكل ده زي ما احنا شايفين 2 في 1. بمجرد ما احنا بنحطها في البلاك بتاعها زي ما بنشوف مع بعض، بنحطها في تعليقه وبعد كده بنتاكد ان هي اتركبت. هنا في زي الكاوتش شويه. yes. دي حتى كمان الازاز بتاع السيارات ساره بيكون True. سهل جدا. كل اللي بتعملوه بالظبط يا جماعه ان انتوا على طول بتركبوا القطعه المرفقه، ومهما كان عندنا هنا اي نوع من انواع الاسطح او حتى الزجاج، شوفوا بمجرد ما انا بحط البريشر شوفوا هنا بيدوب لي اي نوع من انواع البقع والاوسان وبينظفها بمنتهى السهوله. قد ايه بتحتاج مي؟ بتحتاج مي ببين معكم، بمجرد انتم ما تحطوها بتحتاج مي معكم لكميه كثير قليله، ما انا بحاجه لمي كثير، بكل سهوله فيكم انتم تعملوها. السعر اللي عم نقدم لكم اياه 599 ريال سعودي لسه كمان للطلب، بتلاقوه بند عندكم بالكومنتس اللي موجودين. لسه كمان احنا دلوقتي نظفنا بالبخار الاول، عايزين نلمع بقى علشان المرايه بتاعتنا تكون يس. اوكي. بيجي معاها هديه مجانيه، القطعه اللي انتم شايفينها دي بيكون فيها طبعا القطعة اللي هي من القماش اللي طبعا بتساعد على انها تلمع وبتجفف في نفس الوقت اي نوع من انواع الاسطح. فكل اللي بتعملوه بالظبط انه بتنظفوا، بتستخدموا قوة البخار، وفي نفس الوقت بتجففوا بالطريقة دي، بتمشوا على الازاز فبيكون مراية تماما. بعد البخار تقدروا ان انتوا تعملوا مسحة تانية بسيطة بدون اي مية، فبتكون بتلمع تماما زي ما انتم شايفين اللون. السعر اللي عم نقدم لكم اياه 599 ريال سعودي، مع كل عمليه طلب بتقوموا انتم فيها بتحصلوا على 200 ريال سعودي فاوتشر. هنا كمان صراحه تفضلي رانيا، من ضمن طبعا الاسئله اللي بتجي لنا هرد عليكم دلوقتي، لكن تعالوا نشوف كم قطعه موجوده معانا دلوقتي. ابتدينا على طول الشو بكميات كبيره، لكن دلوقتي المتبقي 15 قطعه بس. استغلوا الفرصة دلوقتي، 15 قطعة متوفرة من أريتي، عملية جدا وسهلة الحجم. سوري سارة هقطعك في حاجة، بس عايزة أقول لكم إن أنتوا بمنتهى السهولة كل اللي أنتوا شايفينه القطعة المرفقة، المكان المخصص ليها هو هنا بالمكان المخصص ليها زي ما أنتوا شايفين مع بعض. بمجرد ما أنتوا بتضغطوا على الجزء ده بتشيلوا كل بتلاقوا قطع المرفقات الموجودة عندكم بتخزنوها، فمن هنا ما بتضيعش المرفقات أبدا، كلها موجودة هنا كل الاتاتشمنتس. يلا سوسو بنروح لسوسو. يا سوسو يا وبننظف سوسو. وبننظف طبعا. بنشوف قوة البخار على السجاد والأسطح المختلفة مهما كان باركيه سيراميك. يس فكرة كتير حلوة إن يكون نحن عنا أوبشن نقدر نعقم نحن في السجاد بطريقة كتير عملية. هون عم نشوف قوة البخار اللي بتكون موجودة قد ايه بتكون كتير فعالة. فيكون تكون فعالة عندكم على الكاربت بهيدي الطريقة، انكم تنظفوا وتعقموا للاولاد غرفهم بطريقه كثير عمليه. هون عم نشوف قوه البخار بتجي لكم اكزاكتلي من قلب هيدي الماشين،
هون عم نشوف قوة البخار قد ايه هي كثير فعالة لحتى تقدروا تعقموا بكل سهولة. عايزة أقول لكم كل شيء رانيا، يلا. هي كثير فعالة كمان على الأرضيات جدا. عندنا هيدي الإكسترا كلوث اللي فينا نحن نستخدمها. أيوة خلينا أوريهم بس بتمسكيها ازاي من الجنب. هنا بتفتحوا مجرد ما نفتحها في عندنا هيدا الكليب، أوكي، بنقدر نحط فيه القطعة القماشة. بحط قطعة القماش اللي هي بتمسك أساسا في الفرشة من الناحيتين، ببتدي إن أنا أحط القطعة كلها زي ما شايفين مع بعض، بتأكد منها وبعدين سارة تقفل على صوابعي وبعدين توجعني. يلا بنشوف قوة البخار على الباركيه السيراميك الرخام اللي طبعا مع الوقت ومع التراب مع الغبار اكيد بيتأثر، لكن هنا تعالوا نشوف القوة انه المنشفة اللي موجودة بتساعد في للأمام ان هي تنشف لقدام. لما احنا بنرجعها لورا بتدي البخار، واذا انت بنرجعها لقدام بتنشف. اي ستين قاسية كل اللي عليك تعملي تشدي شوي بالضبط لحتى تخلص. بصي هنا سارة كلها نشفت تماما. لوك واو شوفوا على النظافة. هنا الألوان كتير متوسخة لكن هنا في نظافة ولمعان أكتر من رائع. وهي دي الماركة الإيطالية أريتي بقوة البخار 1500 واط قوة الموتور، وأيضا كمان البخار مستمر ل 55 دقيقة. هنا طبعا مهما كان البقع والأوساخ بمنتهى السهولة نقدر نشيلها تمريرة واحدة بس. شوفوا قوة البخار قد ايه رائعة مع أريتي. ومهما كان البقع والأوساخ نقدر ان احنا نشيلها بمنتهى السهولة، حتى كمان مع تمريرة واحدة تانية اكتر سارة بنبين لهم النظافة قد ايه بتكون اكتر من رائعة مع أريتي. بجد I'm so impressed. Me too. Can somebody clap? Why no one is clapping? ياي yeah. واو شوفوا النظافة اللي طبعا اي نوع من انواع السيراميك الرخام من اصل الارضيات طبعا هتبقى سخنة مولعة على ايدي بس عادي. وهنا تقدروا تاخدوها تغسلوها وترجعوها. فيها اوبشن كتير حلو انكم فيكم تعقموا فيها الكيرتنز. اذا عندكم كيرتنز بالبيت بتكون تنطفون تعقمون فيكم تعملوا هيدا الشيء بكل سهولة. نرجع بنذكركم في عنا هون اللوك وفي عنا الفتحة. بمجرد نحن ما نفتحها من خلال هيدي الكبسة أنا في أعطي الستيم اللي أنا بدي إياه. All what you need to do بهيدي الطريقة بتعقموا أنتو الكيرتنز اللي عندكم، بتمشون بهيدي الطريقة. في عندكم البريسل اللي it helps you أنك أنت تقدري تعملي ستيمينج لا وحتى كرسي yes. على طول بمنتهى السهولة أو حتى بقطع مرفقة أصغر نقدر أن احنا نعقم. شوفوا قوة البخار قد إيه أكتر من رائعة. تفضلي جينيفر. بتحطوا لها ميه هنا بقلب الكونتينر بيكون مبين عندهم بالضبط. بتحطوا ميه في الكونتينر هنا لحد ما خلاص بتكون موجوده معانا. وهنشوف دلوقتي مواصفات اكتر على الكونتينر زي ما شايفين مع بعض على الشاشه. وعلى فكره سوبر خفيفه جداً. يعني اتس فيري لايت حتى بالوزن. صحيح. طرق التنظيف التقليديه بتكون غير فعاله زي ما انتم شايفين مع بعض yes. وكمان بنبذل كتير مجهود في التنظيف، بنستخدم الفرشه او الموب اللي بتعمل ريحه، وحتى كمان بتنقل جراثيم من الارض للميه ومن الميه للارض. اكيد الطريقه دي بتغلبنا، لكن الحل مش هيكون في معاناه تاني بعد الان مع أريتي، لان أريتي هي دي اللي بتساعد على ان احنا نحصل على النظافه المطلوبه اللي كمان بقوه البخار المهوله اللي بتوصل 1.5 متر. وشفتوا دلوقتي حيويه لايف ديمو معاكم ان قوه البخار بتخترق التلج. المرفقات 12 مرفق. المرفقات هن اكثر شيء براكتيكال لالكم. ليه؟ لانه شو ما بيخطر على بالكم، شو ما في عندكم مشاكل بالبيت بتقدروا تتخلصوا انتم منها، سواء كانت بالمطبخ، سواء كانت بالحمام، بغرفه الجلوس، بغرف الاولاد بتقدروا تتخلصوا منها. اللي عم يسال كيف منعبي المي، هيدي هي الاكزامبل لالكم بالضبط لتقدروا انتم تعملوا هيدا الشيء بكل سهوله وبطريقه كثير عمليه. القضاء على 99% من الجراثيم والبكتيريا، وكمان تنظيف البقع وتعقيم الاسطح في آن واحد بمنتهى السهولة اللي انتوا بتحصلوا عليه، وحتى كمان بنقضي على كتير من الجراثيم. هنا بنشوف مع بعض لو احنا طبعا اكيد عارفين انه كتير من المرفقات اللي احنا عايزينها. انا عايزه الديفايس. هنا بنشوف كمان تنظيف وتعقيم كل زاويه من المنزل بمنتهى السهوله، بتقدروا ان انتم تنظفوها مع أريتي القويه اللي جايه لكم متوفره ب 599 ريال سعودي مع فاوتشر عم نقدم لكم اياها بقيمه 200 ريال سعودي. باك تو رانيا لحتى نفرجيكم قوه الستيم. ريدي ريدي يلا yes. Yes! يلا 1 2 3 تعالوا نشوفوا البخار اللي قوة بخار كثير عملية، قوة بخار فعالة جدا
جدا زي ما شايفين مع بعض. مهما كان قلنا قوه البخار 1.5 متر، قوه بخار مستمره انها توصل ل 55 دقيقه بخار مستمر. اميزنج. يس، قدرنا انه نحن نكسر لوح لوح الثلج بطريقه عمليه. البرايس اللي عم نقدم لكم اياه 599 ريال سعودي، هيدا هو السعر اللي عم نقدم لكم اياه. لحقوا حالكم واحصلوا على هيدا العدد. تسلموا حالكم.